الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونشتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجار ورياحين الحكم من بين رياضه وأذهاره، فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكرا زادها هداية وتبصرا، وكلما بجست معينه، يعني وكلما بجست يعني معينه، فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا، فينور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها حرقتها، يعني وشدة وجدها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن المشكلة الأساسية إخواني الكرام في زماننا هذا وفي كل الأزمنة، عصفت على القلوب هذه الأهواء، يعني فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال، فأغلقت أبواب رشدها، يعني واضح، وأضاعت مفاتيحها، يعني ورانا عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، وعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء يعني بكلام رب العالمين، فجمعت تلك القلوب كل أسباب القسوة أيها الإخوة الكرام. وهذا الإعراض يعني كان البداية هو الإعراض عن كتاب الله جل وعلا، والتمسك بآراء الرجال والأهواء إخواني، ظنا
منها أنها ستحصل السعادة ولكن أخطأت الطريق، يعني فإنها لم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع. سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى يعني من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. تتوارث إخواني طرائق، يعني هي طرائق تجمع كل الأنغاص والأنكاد والأحزان ظنا من راغبها ومؤملها أنه سيصل إلى السعادة، ولكن هيهات يعني، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق المتسابقون إليها والنهاية التي تنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كوكب الجوزاء، وأين كلام الذي لم تضمن لنا عصمت قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها يعني وحذر عن تقليده فيها يعني وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا يعني لأجل ذلك القرآن مهجورا. إخواني الكرام، يعني درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، يعني واضح، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وكل ذلك بفعل فاعل. إخواني الكرام، يعني معاهد القرآن وألوية القرآن يعني درست وزالت من واقع الأمة بفعل فاعل على مدى يعني مئات السنين يا إخواني، وليس اليوم وليس بقرار، ولكن بطيء ولكن أكيد المفعول فعلا، يعني بعد أن كانت يعني الراية على يعني من 100 سنة، مش هنقول بقى من سنوات طويلة، من 90 سنة كان الأمر غير الآن. فهذا بفعل فاعل يا إخواني، ومن الذي يفعل الآن؟ نحن، يعني الذي وضع البذرة الأساسية الشياطين الإنس والجن من أعداء الله عز وجل، أملا في أن يصلوا إلى ما وصلنا إليه الآن. أصبح القرآن شكل يعني لا يتعدى الحروف،
لا يتعدى الألفاظ، لا تجد للقرآن أثرا في واقعنا يا إخواني الكرام. وهذه أزمة، هذه كارثة، وهذا سبب ما نحن فيه الذي نسمع ونراه كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل ثانية. أصبح الآن كل ثانية في جديد، جديد في انهيار الأمة، جديد في ذل الأمة يا إخواني. سبحان الله، يعني ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم، فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، واستنارة يا إخواني البصائر، واستنارة البصائر. قنعوا بأقوال استنبطها يعني معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها ضبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم، درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهد عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من أفاق نفوسهم فلذلك لا يحيونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم ويعني وعقدها فليسوا يبصرونها. خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة يعني، وعزلوها من ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يعني فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. واضح؟ نزلت عليهم نزول الضيف، الآيات يا إخواني الكرام، القرآن نزلت في تلك المجتمعات نزول الضيف على أقوام لئام، على أقوام يعني على أقوام لئام، على أقوام يا إخواني على أقوام لئام، فعملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا يعني ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد يعني فعلى سبيل المجاز يعني ترانزيت، يعني أنزل النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، له السكة يعني بيطبعوها على الإيه، على الإيه، على النقود بس، مش أكتر من كده يعني. واضح؟ يعني والخطبة يدعون الخليفة هو مش موجود أساسا، وليس له لا واقع ولا شكل، وما له حكم نافذ ولا سلطان. المتمسك عندهم يعني بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوص حظه من المعقول، والمقدد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم من الفاضل المقبول. أصبح الأحلام والرؤى والتجارب يعني أنزلوها منزلة النصوص المعصومة يا إخواني في أحوالنا، يعني بعدوا عن السنة والاتباع، وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال، لديهم منقصون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي أيها الإخوة الكرام، وتضييعهم الأصول، تمسكوا بأعجاز يعني لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدموه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ليحتسبوه، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة
عندما يتبين بوارق بوارق أمانيه يعني خلبا أي خوادع يعني خلبا خوادع أي خادعة وضع أي خادعة إخواني الكرام يعني وآماله الكاذبة غرورا يعني فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء وبربه يوم تبلى السرائر وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهر في يوم لا ينفع الظالمين فيه المعاذر أفيظن المعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينجو يعني من ربه بآراء الرجال أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال بكثرة البحوث بكثرة البحوث والرجال والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال هيهات والله إخواني الكرام لقد ظن يعني والله لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال وإنما إخواني الكرام إنما ضمنت النجاة لمن حكم هدي الله تعالى على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل قرآن والسنة إخواني الكرام بفهم سلف الأمة وسلك فهم القرون خير القرون القرون الثلاثة أو الأربعة كما ورد في السنة الصحيحة وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم ومن هنا إخواني الكرام لما كان كمال الإنسان كمال الإنسان يا إخواني في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة الذي نحن بصدده مع كتاب إغاثة اللفان فكمال الإنسان يا إخواني الكرام إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق يعني وبتكميله لغيره يبقى إنما يكون كمال الإنسان إنما يكون كمال الإنسان إخواني بالعلم النافع والعمل الصالح يعني خذوا ما آتيناكم بقوة أولي الأيدي والأبصار يعني همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه في سيره إلى الله عز وجل فالعبد في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة يحتاج إلى قوتان قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية فالعبد في سيره إلى الله عز وجل كماله في السير يحتاج إلى العلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق ولا يكتفي على ذلك وإنما لابد أن يكمل لابد بتكميله لغيره في هذين الأمرين لا تكتفي بنفسك وإنما يظهر لك وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله عز وجل كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم سبحانه وتعالى أن كل واحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيه العملية بالإيه العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه فالحق يا إخواني هو الإيمان فالحق هو الإيمان والعمل ولا يتم إلا بالصبر والتواصي كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين وليس ذلك إلا يا إخواني بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف عليه بالهمة يعني فإنه القرآن الكفيل بمصالح العباد
في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة يعني كلها لا تقتبس إلا من من؟ إلا من القرآن، إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته، إلا من شجراته. وها نحن إخواني الكرام مع يعني مدخل لهذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم الذي هو إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان كما يقول في العنوان الصحيح، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. فهذا الكتاب إخواني الكرام من أعظم مؤلفات الإمام ابن القيم وأجلها، وهو كتاب نادر في بابه. استقصى فيه المؤلف مصايد الشيطان ومكايده ومهد لها أبوابا في أمراض القلوب وعلاجها، وقد كان المؤلف من أطباء القلوب البارعين، تناول هذا الموضوع في عدد من كتبه بأسلوبه الخاص يعتمد فيها على الكتاب والسنة وآثار السلف، لا كما يقول بعض الذين يعني لم يغوصوا في غمار علم الإمام ابن القيم رضي الله عنه، ويمزجها بشيء من الشعر في المواعظ والآداب، ويرشد الناس إلى إصلاح عقيدتهم وسلوكهم وتزكية أنفسهم وتطهيرها، ويهديهم إلى صراط ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وقد صح نسبة هذا الكتاب يعني إلى الإمام ابن قيم الجوزي، فبالدراسة المتأنية له تؤكد صحة نسبة هذا الكتاب يعني إلى الإمام، يعني ففي الكتاب شواهد متعددة تدل على أنه لابن القيم رضي الله عنه. وقد ألف الإمام ابن القيم هذا الكتاب تقريبا يعني قبل ما يموت بحوالي 13 سنة، يعني وبعد موت الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه. والموضوعات هذا الكتاب يا إخواني يعني كثيرة، يعني وكلها تدور حول يعني بنسبة كبيرة على الجزء الأول 13 بابا، يعني الكتب كلها الجزئين، انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت، حقيقة مرض القلب، انقسام أدوية أمراض القلوب إلى طبيعية وشرعية، حياة القلوب وإشراقه مادة كل خير، حياة القلب وصحته، لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه هو معبوده وأحب إليه من كل ما سواه. تكلم عن القرآن الذي هو متضمن لأدوية القلوب إخواني، الذي هو متضمن لأدوية القلوب يا إخواني، متضمن لأدوية القلوب. تكلم عن زكاة القلب، تكلم عن طهارة القلب، تكلم عن علاج مرض القلب وصحته، يعني عرض مرض القلب من استيلاء النفس عليه، علاج مرض القلب بالشيطان من مكائد الشيطان يا إخواني. ويعني تتكلم بقى نقاط تفصيلية عن مكائده، كلام كثير. ومنهج المؤلف كما هو معلوم أيها الإخوة الكرام يعني منهجه يعني يتفق منهجه في هذا الكتاب مع سائر كتبه من حيث الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة وأثار السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، وحسن الترتيب والتنظيم للمادة العلمية، وقوة البيان وعذوبة اللفظ، والتفصيل والإيضاح للموضوع الذي يتناوله، وذكر الأمثلة الكثيرة والوجوه المتعددة لتأييد الفكرة أو رفضها، والتنويه ببعض الأبحاث الجليلة التي ينفرد بها الكتاب. وهذه أسماء تميز كل كتب الإمام ابن القيم. وهذا الكتاب يعني له أهمية خاصة إخواني الكرام،
للتحذير من مصائد الشيطان ومكايده، وتناول كثيرا من الأمراض القلبية والاعتقادات الفاسدة وضلالات الفرق والطوائف في البحث والدراسة، وتوسع في معالجتها ورد الشبه التي يتعلق بها رؤوس البدع والضلال، يعني رؤوس البدع. ويعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في بابه ومن أهم مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية، وقد أثنى عليه العلماء وتداولوه فيما بينهم إخواني الكرام. واضح. وكما هو معلوم عن موارد الإمام ابن القيم، نقل من مصادر متنوعة في الحديث والفقه والتفسير واللغة والأدب والتاريخ وغيرها، وكان له أثر عظيم في قارئيه ومتعلميه إخواني الكرام. له مخطوطات متعددة هذا الكتاب في التحقيق، له يعني نسخة العلامة عبد العزيز الميمني ونسخة جامعة بن ستون، واضح، مجموعة جاريت، ونسخة بخط محمد إبراهيم البشتكي، واضح، النسخة الثالثة والنسخة الرابعة، الكواكب الدراري في المكتبة الظاهرية، واضح، ويعني نسخ متعددة يعني حتى ندرك طبعا ايه. وهو جاب صور من هذه النسخ إخواني الكرام، وثم نبدأ بأمر الله عز وجل في الايه في الكتاب او في مقدمته، كما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلق، في إكثاره وإقلاله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منته إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤالي. البصير يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء، يرى يعني دبيب النمل، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت في سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها، وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله. وإن أصر على الإعراض إخواني الكرام ولم يعترض ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدوه الشيطان وقاطع سيده الرحمن، فقد استحق الهلاك، لا يهلك
على الله تعالى إلا الشقي الهالك لعظم رحمته لعظم رحمته وسعة إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائم له بحقه، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتاب المبين، وقرن اسمه باسمه صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين. فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله تعالى، لا يرده عنه راد، مشمرا في مرضات الله لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به، واضح، لينجز له ما وعده به في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال جل وعلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام لم يخلق خلقه سدى مهملا، يعني يعمل اللي هو عايزه، يعني يفعل كما يريد، يتبع هواه، يتبع الشيطان، لا، بل جعله موردا للتكليف، في تكليف، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، إباحة شرعية وإباحة عقلية، ومحلا للأمر والنهي. أنا محاط بالأمر والنهي يا إخواني، والأمر يعني بين الوجوب والاستحباب، والنهي بين التحريم والكراهة، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. إخواني الكرام، يعني لا تنسى هذا الأمر، ده مصيرك، ده نهاية الرحلة الأساسية، شقي وسعيد في الدنيا والآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، أمر محدد الملامح ونهاية محتومة كونية قدرية. أخي الكريم، فجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما أعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا. ومن هنا فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته، هنا نقف وقفة يا إخواني الكرام مع كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، يعني في كتابه الروح يا إخواني الكرام، عندما تكلم الإمام كلام محدد الملامح يا إخواني الكرام عن وظيفة الأعضاء، لماذا خلق الله تلك الأعضاء، كل عضو في الجسم يا إخواني
له وظيفة محددة، يعني له يعني وظيفة محددة. عندما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول إنما هناك سر، هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له، انتبه أخي الكريم، يبقى هناك سر عظيم، هناك سر إيه عظيم يا إخواني، يجب التنبيه عليه والتنبه له، يعني والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق بيديه، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، يعني إن لم يحصل له وإلا هو في قلق، قلق واضطراب وانزعاج. يعني الله أعطانا مواد العلم والعمل من السمع من القلب والسمع والبصر والجوارح، ثم قال الإمام في كتاب الروح يعني إنك سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد من أزمة الايه الأمور، التوفيق بيديه الله جل وعلا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا، إن لم يحصل له وإلا فهو إيه في قلق وإيه واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله، يعني الذي جعل له مثاله كمال العين بالإيه بالإبصار، وكمال الأذن بالسمع، وكمال اللسان بالنطق. فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصل لها الألم، حصل لها النقص بحسب فوات ذلك. ومن هنا جعل الله جل وعلا إخواني الكرام، جعل الله جل وعلا القلب يا إخواني، جعل الله كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وتعالى وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به. فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور الباصر، ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه، مهما كان هذا الوجه مال صحة ذكاء شهرة نجومية، كل ده ولا يؤثر في السعادة، يعني واضح. ولو نال من الدنيا وأسبى بها ومن العلوم ما نال إلا بأن يكون إيه الله جل وعلا وحده هو محبوبه وإلهه، هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه، ويكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة قلبية له بدون التحقق به إياك نعبد وإياك نستعين، للنفس الإيه المطمئنة إخواني الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، أرزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم اجلب رأسك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم
لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.